وأؤمن بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعرصة القيامة. كذلك مما يكون في اليوم الآخر حوض النبي صلى الله عليه وسلم، له حوض طوله شهر وعرضه شهر، ماءه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، الآنية الذي يغرف بها، من يشرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا، ترد أمته عليه الحوض فيسقيهم صلى الله عليه وسلم، ويرد عليه أناس فيمنعون، فيقول يا ربي أمتي، فيقال له لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيمنعون والعياذ بالله من ورود الحوض. الذين يحدثون في الدين ويبتدعون في الدين يمنعون من ورود الحوض. نعم.